خلال 4 سنين 5 سنين الحمد لله قدرنا كتير نثبت حالنا بالأرض، لأنه نحن عملياً منشتغل أكتر مما نحكي، ومنشتغل بال يعني مو بالعلن، لأنه نحن أي شيء بيصير بده إغاثة، بده لهفة، بده مساعدة، دايماً أحباب يا بلدي موجودة. هلأ أثبتنا حالنا إعلامياً أو قدام العالم كلهم عن طريق فعالية هنا لنك لما كانت بال 2015. نحن هلأ بال 2017 هنا لنا بس صار اسمها نتذكر الاثنين يعني الفعاليتين من مبادرة أحباب يا بلدي، بس الاثنين هن الأب الروحي لإلهم أستاذ وريد لحام. السنة بتختلف عن السنة الماضية بالعرض، فكرة العرض المسرحي حتى غير المرة الماضية، بس الريح هديك المرة كان عمال النظافة والإطفاء والإسعاف بالشام، السنة نفسهم زائد عمال للري بحلب. ضمن فعالية هنا لنا نحن بالإيفنت الثاني صرنا، من يومين كان عنا إيفنت بالماسا مول واليوم بالبولفار، وعنا المواد اللي عم نعرضها هون عبارة عن شال، كاسكيتات، ردادات شمس، تي شيرتات، بولويات، كلها هي بيعود طبعا ضمن فعالية هنا لنا كلها بيعود رعاية للعمال المجهولين بحلب من إخواننا للإسعاف، كهرباء، بلدية، هدول ما نسيناهم نحن. بقى هالسنة الفعالية كلها الريع كله رح يكون لأهلنا بحلب. Walking by in a walk, we'd roll in a cave.